بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وحن كسو جرنا ولا ليا القصة دي نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام أين كسو هذا الني وحن كسي درينا حلقة دن نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام وحا أولك المي دباتوين أيوك لك المي تلكي تدكي الله سبحانه وتعالى وصادري وحك لك المي عداوة ينعيب يئن لعلاديه يئن وحويان دعودي سي أي أديدان إن دعودي توحيدك وفافيه إن يكوك عن سيران إن وحويان أي أهنشبان إن حتى إسكدين إن عقابان إسكدين إن ضبك طوران بل أي كطورين بالضبط سلينو صوتي إن شاء الله تبارك وتعالى تلكي وحي هاي ضد عابدا قرحضة يوضيحة يحدي قهبة ونستحيي ولتليي توحيدك إيو دعود حقه إيو أقوياري إيو إسلامك إنه مسلمين نقضان آلي هادو دعي عبوديان إنه باطليهين أيو أشاقي أو حويان آلي هو حق إناني أهين إن بضن بارمتي ولتليي ويكوغ عن سيرين وحي ديدين إن حويان أي فرصومان أمركي نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام يتلوين كي أوسيي تدكويني بأو قدرنا وحي أهين أبيه وأبيه دي وحوي وحا تلكي كسوغين بويسنا كسوغنا إلهي تبارك وتعالى قصة دا إساق إيو أبيه دحمرتي إلهي حكا قورمي تبارك وتعالى لما الصورة صورة الأنعام وقاب دوديد وكالاة إساق والدودية وعدينا يحديغان وعابودية إنانا يهين وحجرة وأيهين حديغون مخلوق وأبورا وإلهي سبحانه وتعالى وأبوري وآفل وحدعي أيهين وكلها إني لا أحب الآفلين حدقها وحا دعي إلى وايه أنا وعبودي ما يمنع شعري إلهنا وحويان كما أمسني نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام وحكله إلهي وكجور رمي سجى إيو يعني نستحدي سجى أبيه دحمرتي سورة مريم ولما سجارة إلهي سبحانه وتعالى سورة داس وحصي يعني وحي أيس دافسدين هذا الذي أيس دافسدين سين جيم سؤاشي يجوابتي يتلوين كحويان أسيني إلهي سبحانه وتعالى وحوري واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا نبي إبراهيم حس يعني واحد كحس تا حس وناكسا يعني الثناء الحسن حس وناكسا نبي إبراهيم عليه الصلاة والسلام كحس إنه كان صديقا نبيا وحوها نبي صديقة وإلهي سبحانه وتعالى ودورتي وصديق ولي ورمان بضن وإلهي أمر كيسئوه قانسا بضن أيها إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا أبيه سولت لني بكور يا أبت هذا أوفر سدى يعني أسلوبك الدعوة واستعماله يا أبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا وحأو يعني أبيه وشيقيا وحن أعابدية أصنام وحيالها وحويا وإلهي سكدي سبحانه وتعالى أعابدية إناني وحسحسن إناني بل هذا إنه العقل عليه أيو سكدي يسوى لبا كل خطابة أسلوب ناكسا ويا أبتي أب 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 سوى برية يسوى أوحويا لدوني حق إيو خير كي وناك يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهديك صراطا سويا وحكول يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك وحائيم علمك مذ أن أدقك هو إيمان وإحترامه وإحترامه مؤرا يا أبتي يا جاهل مؤرا أحوكرا ميسد مؤرا أقول ملهد وحكولي قد جاءني من العلم ما لم يأتك علم بإيمي أن أدقو أنا ضحيسا يعني أدنى علم بعض الله أن علم بعض الله لكن كأنيك إيمي وكادم به علم أنيك وحويا أن إلهي أنا أدقو سيمبو أنيك إسي قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا الراع عاب وضد وناكسا تبت التوصن وحويا أنكو وهنونية يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا وحليه يا أبتي أب لا تعبد الشيطان شيطان كأعبد شيطان الراعن شيطان أوه قنسا إن الشيطان كان للرحمن عصيا شيطان كوحو أهذا إلهي سبحانه وتعالى مدعو عصيان بضن أو إلهي عاصيب النغضي سبحانه وتعالى هل كعلم ذوحي لهذا الوحاء كتشرة إن الشيطان كان للرحمن كان للرحمن مقع الرحمن وحا الله استعمالي مركي معصيد اللي قول رميي وايو معصيد ووحا وقدرا إيقفك إلهي نحريستي سكفوغيني سبحانه وتعالى رحمته إلهي كون نحريساني سبحانه وتعالى إن لقى فوغيه
waxa lambar kow ka ah oo ugu horeeya macaasida qofku wax weyn uu ku dhacayo uu sameynayo. Walaajli hada ba abwaabta khayrka iyo farajka iyo waxyaalaha wanaagsan ilaahay qofka uu ugu fura istighfaarta fara badan, istighfaarta badan oo qofku la imanayo iyo tawbada fara badan oo qofku wax weyn uu la imanayo xagga ilaahay uu noqonayo subxaanahu wa ta'aala. Isa weliba aabihi la talinaya ayaa wax weyn wuxuu ku uriyaa: Ya abati la tacbudi ash-shaytana inna ash-shaytana kana lir-rahmani asiya. Aabe, la tacbudi ash-shaytana, shaytana caabudin, shaytan arraacin, shaytan u hoggaansan. Shaytaanku wuxuu ahaaday mid ilaahay tabaaraka wa tacaala u caasi badan, shaytaanku wuxuu ahaaday mid ilaahay tabaaraka wa tacaala ka gaaloobay ayuu ahaaday. Culimmadu waxay yidhaahdeen halkaa ina shaytaana kaana lirraxmaani casiya, cisyaanka iyo macsida markii laga warramayey waxaa magacyada ilaahay subxaanahu wa tacaala ilaahay lagu magacaabay arraxmaan, kaana lirraxmaani casiya. Culimmadu waxay yidhaha halkaa waxaa laga faa'iidaysanayaa in naxariista ilaahay tabaaraka wa tacaala waxyaalaha lagu waayo magaca arraxmaan wuxuu ku tusinayaa naxariista in ilaahay tabaaraka wa tacaala kay ku sifaysanaa naxariista uu ahaa. Naxariista ilaahay waxyaalaha lagu waayo inay ugu weyn tahay macaasidu, inay ugu weyn tahay dunuubta dadku ay ku dhacaan. Abwaabta ilaahay tabaaraka wa tacaala iyo naxariistiisa iyo fadligiisa iyo farajka ilaahay tabaaraka wa tacaala in lagu helo istighfaarta tawbada badan iyo istighfaarta badan in ilaahay loo soo noqdo subxaanahu wa tacaala. Isaga oo la talinaya weliba aabihii nabiyullaahi Ibraahim calayhi salaam waxa uu ku sii yidhi: Yaa abati innii akhaafu an yamassaka cadaabun min arraxmaani fatakuuna lishayطaani waliya. Aabe, waxaan ka baqaya in cadaab ilaahay tabaaraka wa tacaala uu ku asiibo, cadaab ilaahay tabaaraka wa tacaala inuu ku taabto, in ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku cadaabo, in ilaahay uu kaa cadhoodo subxaanahu wa tacaala, oo ilaahay marka dambe waxa weyaan cadaabkiisa iyo naartiisa ilaahay uu ku geliyo. Waa talo uu aabihii la talinayo. Weliba waxay yidhahdeen ahlulcilmigu raxmatullaahi calayhim wuxuu u isticmaalay usluub dacwadeed oo aad iyo aad u habboon, usluub mutadarij ah oo min alashali ila alaclaa, yacni shayba shayga uu ka sahlnaa ayuu ku bilaabay. Oo markii ugu horreysay waxa uu ku bilaabay shay ku tusinaya inuu cilmi aqoon uu leeyahay Ibraahim, oo ilaahay cilmi aqoon uu siiyey. Wuxuu ku sii xigsiyey haddii uu ateeco oo uu raaco nebi Ibraahim calayhi salaam in uu noqonayo qof wax weyaan hanuunsan oo siraadan mustaqiimkii haysta. Kadib wuxuu uga digay shaytaanka in wax weyaan uu ateeco, oo dhibaatooyinka weliba ay leedahay ayuu u sheegay, oo waxa weyaan shaytaanku inuu yahay mid ilaahay tabaraka wa tacaala caasiyey. Hadhowna ay ka dhalanayso shaytaanka hadduu raaco in ilaahay subxaanahu wa tacaala naartiisa uu geliyo oo uu cadaabo. Walaalayaal, waxay noqotay Ibraahim calayhi salaatu wasalaam isagoo waxaasoo nasteexa aabihii siiyey in laakiin ilaahay subxaanahu wa tacaala aanu waafajin hanuunka, inuu waxa weeyaan ku soo istaago nabi Ibraahim oo uu ku yidhaahdo: araagibun anta can aalihati ya Ibraahim. Ibraahimo, miyaad nacaysaa? Ilaahyada aan caabudayo miyaad nacaysaa oo dhibsanaysaa miyaa? Lain lam tantahi laarjumannak. Haddii aanad ka waantoobin oo aanad iska daynin nacaybka aad necab tahay aalihada aan caabudayo, laarjumannaka, wallaahi waan ku rajminayaa oo dhagax ayaan waxa weeyaan aan kugu garaacaya. wahjurnii maliya, weliba muddo badanna iga dheerow. Isma arki karno. Markiiba nabi Ibraahim calayhi salaatu wasalaam usluubku isticmaalay wuxuu ku yidhi: salaamun calayk saastakfiru laka rabbii innahu kaana bii xafiya. Intuu salaamay ayuu ku yidhi: saastakfiru laka rabbii, intan kari karo ilaahay subxaanahu wa tacaala, ilaahay dambi dhaafan ku weydiin doonaa, ilaahayna subxaanahu wa tacaala mid ihoojinaya maah. واعتزلكم وما تدعون من دون الله وانا ندين كديران دونا وانا تكفغان دونا اذا كي واحد الله يسكدي ادعى بغيسان ولا لا نحن كيف اذا سنا قصدها نبي الله ابراهيم عليه السلام اسلوب كدعوه واستعمال نبي الله ابراهيم عليه الصلاه والسلام يا صبر كفر بدن وحويان وقولها دعوه يا تطك وحوي انه الهي حقي سبحانه وتعالى تطك وغباقه يا صبر كفر بدن وقولها نبي الله ابراهيم عليه السلام كذلك ايضا يعني نبي الله ابراهيم ما دام او يهي يعني نبي اين كود ديانينه او الهي سبحانه وتعالى او ينفر ان نراعنه مل واتبعوا ملة ابراهيم حنيفة من الذي دين نبي ابراهيم راعة الهي سبحانه وتعالى وحياله وين امر ان انو كقد ديان نوحا كمد الدعوة ده يقابك وحوية دعوة ده استعمالي ايو صبر كفر بضان وحوية اولها الهي سبحانه وتعالى امركو كور رمي نبي ابراهيم وحوري كود دياشو ايا ايدن كسوغن نبي الله ابراهيم ان تكود ديتان لكن هل قطب ايا ايضا كقد ديانين نبي ابراهيم عليه السلام وهذا اه وحويان انو يري ساستغفر لك ربي الهي من دمداف كويدين دونا او قف قال اه الهي سبحانه وتعالى يعني ان الهي سبحانه وتعالى هدايه لو يديمو يعني الهي اسو هنون يمو يعني لكن اسا قال ان الهي ودمداف
wax weeytaas ma dhici karto khususan marka qofku u dhintana lama oran karo marna raxima wallahi ama ghafara allah lahu ilahay un xaristo ama wax weeyan ilahay ajanayo wati wax weey ilahay subhanahu wa ta'ala ulaha ma kana lin nabiyyi wal ladina amanu an yastaghfiru lil mushrikina walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim ina nuskuud xiraabaha ayada in halka lagu istaago ma yahayn laakin waxaan ka faa'iideysanay ayadahaas in ilaahay subxaanahu wa ta'aala uu leeyahay uma haboona nebi in ilaahay subxaanahu wa ta'aala damdhaaf uu weydiiyo qof lunsan ama qof wax weeyaan habaabsan ama qof gaalnimo wax weeyaan ku dhintay weliba markay u caddaatay inuu gaalnimo ku dhintay weliba markaasaa ilaahay ka jawaabay subxaanahu wa ta'aala qisada nebi ibraahim iyo nebi ibraahim inuu abihii kuuri ilaahay baa damdhaaf ku weydiinaya وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه بلنقاد بيهيد أي إلهي سبحانه وتعالى وأبيه بلنقاد وكل إلهي بدم دفكو يدين دونا فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه markay u cadaatay nabi ibraahim alayhi salaatu wasalaam in aabihii uu yahay cadow ilaahay ilaahay subxaanahu wa tacaala tabarra'a minhu wa kabir noqday sidaasaa walaalayaal loo baahan yahay in dadka gaalada aynu kabiri noqono in dadka gaalada ah ee weliba aynu garano in ay gaalnimo ku dhinteen si kastoo ay qaraabo u noqdaan ama ay u dhowaadaan in wax weeyaan aan yani il naxariiseed aan lagu eegin wax weeyaan oo aan loo duceynin marka wax weeyaan gaalnimo hadday ku dhintaan wallahu aclam wa sala allahu cala nabiyina muxamedin wa alihi wa saxbihi wasalam.